شو هالمانشستي يا رجل؟ شيء قوي، شفته وقت رفع السيارة بإيد واحدة هيك ولحشة. نحن بالورشة من تم ساعتين ما بنحسن نرفعها بالكريكو. لك تعرف لو مانشستي عنا بالمحل كان هو رفع لنا هالسيارات لفوق ونحن صرنا نصلح السيارات على الواقف. أنو لو مانشستي عنا بالورشة كنا منقص عملة مثل الذهب. على تعا يا مانشستي، هات سيارة، روح يا مانشستي جيب سيارة وقص عملة يا أبو الزيق. إيه اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى، يعني على دقرة كنا صرنا ممثلين أحسن من مانشستي بمليون مرة. أنا عم لاحظ لك شغلة، نحن منشقى ومنتعب وغيرنا بيهبر الخمير والفطير. يا رجل نحن شو استفدنا من شركة الإنتاج الفني غير الزل والهوان؟ تبع عرفتي كل هالتعب، فرنك واحد ما في بجيبتنا، لو ما بعنا الصبات لا أكلنا ولا تفرجنا على مانشستي. أنا عم يخطر ببالي إنه نهاجر مثل ما عمل مانشستي بآخر الفيلم وقت قتلوا له حبيبته قبيلة الزومبي. شو رأيك نهاجر مثل حكايته؟ حلوة هالفكرة، لوين بدنا نهاجر؟ منهاجر على قبرص، هنيك في قطاف للعنب، بنقطف عنب وبناكل وبتقبض بالدولار، شو رأيك؟ لك يا عيني عليك، امشي 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 نهاجر. يا أمي، أمي صارت الساعة 12 هلا ما أجوا، أنا خايف يكون صاير لهم شيء. أمي لا تزيدي على قلبي، أنا مو ناقصني مصايب، عن فهمك ها؟ أمي شو مصايب ما مصايب، خايف يكون رجعوا دكوهم بالسجن مرة تانية. بالله دخيلك، شو مجنونة أنت؟ ليش لا يرجعوهم على السجن؟ ليش هن بالأساس حطوهم بالسجن؟ أخ من هالبيت، أخ مالي مشتهية من ربي إلا ليلة واحدة، ليلة واحدة بس ننام مرتاحين. أجوا أمي أجوا. الله لا كان شاب الغلا، وينك أنت ويا ولا؟ تفضل، شفت الاضطهاد بعينك؟ شفت. شبهه، روحي حطي لهم أكل خليهم يأكلوا يلا. شو وقتك جاهز؟ أنا بالنسبة إلي جاهز. شري لحظة، لأنك شو رأيك نتعشى قبل ما نهاجر؟ لا خلا وقت العشاء نتعشى هنيك. روح شو ها؟ وين أخذين هالشنطة أنت وياه؟ شو أبو الزيك؟ لشو هاي الشنطة؟ يو ليش ما عم تردوا؟ أمية استروا ما شفتوا منا، يعني مثل ما قالوا أزود وتذكرونا بالخير خاصة أنت بتورة. ليش وين ما قالوا عين من غير شر؟ على بلاد الله الواسعة، ولا مفكرتينا ما عنا كرامة لحتى نعيش عالي على المجتمعات؟ نحن مهاجرين على قبرص من شان نشتغل هنيك ونبعث لكم مصاري، يعني حوالات بالدنر كمان. العين تطرقك انت وياه، ليش قلت شغل عنا بالبلد؟ لو في شغل كنا اشتغلنا. ليش ورشة طيفور من شو بتشكي؟ بتشكي انه طيفور بالسجن والورشة مسكرة، شلون بدنا نشتغل؟ بسيطة، إذا من شان الورشة أنا بجيب لكم المفاتيح من طيفور، عدو عدو تضرب منك إله، عدو كله. إذا هيك معقولة، شو رأيك أبو الزية؟ أنا ما إلي رأي، يعني أنت فصل وأنا بالبيت. طيب عود لنشوف هلا، لنفكر بالموضوع عود. بسم الله. وين الزيت مثل الزعتر؟ صحيح السجن مزلة يا أم درويش، بس شوفتك نستني هموم الدنيا كلها.
اصلا انا مين الي غيرك؟ انت حبي الاول والاخير. الله لا يحرمني منك، صدقيني اني اشتقت لك. شو هالحكي طيفور؟ والله وانا مشتقت لك كثير كثير، بس يعني انا ماني عرفان شلون بدي اعبر. صورتك ما عم تفارق خيالي، حتى بنطاقة القوش لما بيمرق القمر بتطلي. حاجة بقى طيفور، صاير عم تحكي مثل المراهقين. اصلا ما في غيرك بحن علي، وبكره بس اطلع من هون بالسلامة مالي قاعد غير عندك، وهديك خلاص قطعت لها كرت. الله يفك اسرك ويخلي لي اياك يا رب، طالما انا غالية عليك كل القد، إلي عندك طلب. طلباتك اوامر يا روحي. بدي اياك تعطيني مفاتيح الورشة، خلي هالشباب ينضبوا فيها بغيابك لبين ما تجي انت بالسلامة. لا ما بقدر. شو؟ ما بقدر الا نفذ لك طلباتك يا روحي. وهي المفتاح. بس لو بيستنوا لبعد ما اطلع ما بيكون احسن واضمن؟ هو احسن يعني، بس هن ناويين يهاجروا على قبرص، قال بدهم يشتغلوا بقطف العنب. يهاجروا. شو؟ لا شو يهاجروا ويتركوني لحالي؟ بعدين بيمشي حالي اذا تركوني، لازم ما يهاجروا، لازم يضلوا فوق راسي قاعدين. طول عمرك قلبك طيب وكبير، الله يخلي لي اياك. هدول الاكلات مشان تاكلهم انت ورفقاتك، ان شاء الله بالهنا والشفاء. يلا خاطرك. مع السلامه. مع السلامه. لك شو لهون كمان لحقتي؟ ما بكفي اللي صار من تحت راسك؟ شوفي ضبي لسانك واحفظي الفاظك احسن لك. ها احسن ما قلتلي فيكي هلا. ها وانك عين تحكي كمان لك. اخ اخ بس لولا هالتعقد اللي كتبته على حالي لارمي هالغراض من ايدي وانطق ضرب جيبك باخر الدرج. بالله ليش انا شو اللي مانعني غير هالتعهد اللي كتبته على حالي؟ بس شو بدي اقول؟ اخ العين مصيره والايد قصيره. روحي رحي رحي.